تابعونا على موجات إذاعة نفزاوة بالشراكة مع مبادرة مناظرة نهار لحد 22 ماي 2022 من نص النهار الماضي ساعة. أمور تهمنا من أعداد وتقديم ملاك الريحاني وصبرة بن مرزوق وراقية عثمان. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة نفزاوة أفام ما كنتوا وتسمعوا فينا على التردد 100.9 أفام ولتتفرجوا فينا على صفحتنا، على صفحة إذاعتنا نفزاوة أفام. معكم راقية عثمان وبرفقتي كالعادة صبرة بن مرزوق. مرحبا صبرة. وملاك الريحان، مرحبا بك ملاك. عسلامة. مرحبا، رجعنا لكم في حلقة جديدة من أمور تهمنا كما عودناكم بموعدنا الشهري اللي يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة بالشراكة مع 5 إذاعات جمعياتية تنضوي تحت الاتحاد العام التونسي للإعلام الجمعياتي. إذاعة نفزاوة فام هي واحدة من 5 إذاعات اللي تلقوا فيها أمور تهمنا، واللي هما عليسا فام، دريما فام، سليوما فام، ومندرا فام. باش يكون البث متزامن على كل الإذاعات من نص نهار الماضي ساعة، لكن في كل إذاعة أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمس الجهة والمنطقة هذيك. وكما عودناكم مع مواضيعنا ديما تهم الشأن العام متاعنا ومتاع جهتنا، ومواضيعنا لليوم ما متقلش أهمية على المواضيع اللي طرحناها. ملك، أكثر تفاصيل على مواضيعنا لليوم. أكيد، كما قلنا مواضيعنا اليوم ما تقلش أهمية عن مواضيعنا السابقة، وباش نحكوا اليوم على إشكال محطة سيارات الأجرة اللواج ونقائصها في قبلي اللي يعانوا منها أصحاب السيارات ومستعمليها بين انعدام التهيئة والمرافق الأساسية. لكن قبلها باش نحكوا على آفة زحف الرمال على الأحياء السكنية والطرقات في عدة مناطق بولاية قبلي. اليوم مستمعينا الكرام، كثبان من الرمال الزاحفة تطمس معالم الحياة في منطقة صبرية ورجم معتوق وخاصة نوير، وباش يكون حاضر معنا في الإطار هذا المدير الجهوي للتجهيز في قبيلي نبيل لوحيشي. مرحبا بك سي نبيل. مازلنا في انتظار التحصل على سيد نبيل. اليوم راقية انت تنقلت سي بون الاتصال حضر، مشيتي لنويل وشفتي الكثبان الرملي؟ ايه، تنقلنا على عين المكان الحق، مشهد صادم نوعا ما. مرحبا بك سي نبيل. مرحبا بك، عايشك. شكرا على قبول الدعوه. عايشك. كما كنت تسمع معنا سي نبيل، موضوعنا لليوم بخصوص زحف الرمال في ولايه قبلي. مازال حوارنا معك طويل، لكن خلينا نسمع مع بعضنا اراء المواطنين. قلنا شكون يعاوننا باش ينحي علينا التراب، على خاطر ضرينا في ديارنا متربه، كيف يجينا الريح كمل لمدو فراشاتنا ما ماناش مفرشه خلاص ديارنا. نحبونا شكون يتدخل لنا في التراب يهز علينا، تعذبنا بصراحه. نسكن اخر البلاد من شرق، انا اتمنى للريح، قاعدين نعانوا من حكايه التراب، نعانوا بصيفه كبيره ياسر باش تدخل كهرباء معناها لدارك، باش شو اسمه راهو تمنع تصل. عندي جيراني منا فهمتني اصل بدي وصل فوق ديارهم بدي يصب اصل في الحوش الداخل، تبدا قاعد والتراب يصب عليك من فوق. نتمنى يكون ثم تدخل عاجل، حتى لو كان معنا منقول احنا مش بصفه كبيره، حتى بصفه جزئيه ينقص علينا في مثل التراب. ساكن تو في فيلت يعني فوق التراب، يعني وليت خايف على ذري يعني وصل الفيلت. بالنسبة ظهرة التصحر في نوير راهي ولا الظاهرة، راهي لازم نشوفوا لها حل عاجل وقريب، على خاطرنا رانا ما عادش نجمو نتحركوا، راهو كنوض علينا العجاج، راهو العام يهبطنا لديارنا، يهبطنا للطريق اللي نتنقلوا فيه، راهو حتى يعني تلميذة من الليسي في نوير رانا الطريق نتاعنا كنا نقدو نتحركوا منه معناها ونقدو نمشوا منه، تو والله لا نقدو نتحركوا منه معناتها نقدو نتعدوا عليه، لخاطر ولا معبى بالتراب على الاخر ولا عامي، على الاقل شوفوا لنا حل، اعملوا لنا تسجيل، شوفوا حل. فما ناس ولا يدخل لها لديارها أصل معناها ما سكر عليها ثنية باش تتعدى، راه لازمكم تشوفوا لها حل قريب جدا، لأن المنطقة الشرقية ما زالت تعاني من هذه الظاهرة إلى اليوم، إذ أن أحد المصدات أو ما يسمى العامي أصبح له دور سلبي وهو في حالة انهيار، أدى إلى ردم بعض المنازل ردما شبه كليا. لم نلاحظ أي تدخل الدولة، معاناة الأهالي ما زالت متواصلة وما زالت كبيرة. الحل الأمثل هو العمل على إزالة هذا المصد أو العامي. مرحبا بك مرة أخرى سي نبيل، كما كنت تسمع معنا آراء واستياء المواطنين. هل اليوم سي نبيل السلطة المعنية عندها علم بهذا الخطر الداهم اللي زاول أهالينا
اليوم تي الناس كما سمعت بدات خايفة حتى على صغارها لا تغرق في أكوام الرمال وديارها اللي اندفنت. شرايك أمتك باهي، حاب نقدم لك أول حاجة لمحة على التدخلات بتاعنا على خاطر ما تعرف في دار الجهوية التجهيز عندنا الطرقات الملقمة والطرقات الجهوية ونقول احنا المساكن الفلاحية، فهمتني؟ دونك اللي أكثر المواطنين اللي يحكوا فيهم هم طرقات بلدية. بالنسبة لنا كإدارة جهوية للتجهيز بقدلي، دونك كانت تتذكر في رمضان كامل تراتك ندخلوا في دخلنا في معتمدية رجيم معتوق، معتمديات كل دخلنا فيها ما خلينا ما فما حتى طريق مسكر. معنا بالنسبة للطرقات الوطنية والجهوية اللي تابعة إداريا للإدارة الجهوية، شفنا التراكسوات كيفاش بعدوا التراب من الكياسات غادي. اي دونك احنا قلت لك دخلنا كانت تتذكر دونك عند مدخل على الطرق الوطنية سيرتو عدد 20 بالمدخل رجيم معتوق، وعدنا طريق زاد المطروحة في اتجاه حزوة، وفرنا الامكانيات كامله معنا الاليه حتى في الفتره هيك كثرت الرمال دعمتنا لوزاره التجهيز باله كافحه. دونك احنا خدمنا دونك طلعت رمضان كامل وحتى في العيد وحتى بعد العيد قاعدين خدمنا في سيرتو في رجيم معتوق في الفوار، دخلنا في المناطق البلديه بعد ما نظفنا احنا طرقات الطقمه طرقات التابعه للتجهيز، عاوننا مجهودات البلديات في رجيم معتوق في الفوار وفي اي بلاصه يطلبونا باش نعاونوهم في الطرق البلديه قاعدين ندخل. هذه كلها حلول مؤقته تعتبر هذه كلها تعتبر حلول مؤقته؟ لا تو امبارالال احنا حددنا كان كارف في راي تسمى كارثه، حددنا النقاط السوداء تسمى البلايص اللي فيهم تراكم. بالنسبه للطرقات الوطنيه والجهويه نحكي لك الطرقات التابعه للتجهيز، دونك خدمنا في طريق رجيم بريسك بعدنا لماكسيموم، معناها خدمنا مش على اكور تيرم الون تيرم دي تلفزيون حتى تجي ان شاء الله مع تجي كارت اخرى كيما هذه احنا حاضرين لها. نخدموا زاد في دوز في طريق اون باراليل نخدموا في المعتمديات الكل في دوز في طريق ام شياه، هذا ام شياه في اتجاه سرغيلان. سنابيل سامحني تو احنا اللي حكينا على المناطق هذه كما سميته لك رجل معتوك كما انتم تدخلتوا والصبريه ونويل هي من اكثر الحاجات اللي فيهم المعضله هذه، حتى الحلول اللي صارت نتاع التراكس وتبعيد التراب كلها تبقى حلول مؤقته، معناتها على اول ريح باش يجي واول تراب باش يعاودوا يغرقوا من جديد. فما ناس غادي في نويل يقول لك انا ديجا داري هي موجوده تحت العرق هذاك راني بنيت وتردمت، يعني كل الحلول المؤقته حسب ما نشوفه قاعده تبوء بالفشل. حتى الاهالي تكبدت على عاتقها، معناتها برشا حاجات باش تواصل استمراريه الحد الادنى للحياه. فهمتك، هو راهو سويت على الكارثه هذه كيف ركحت الدنيا، عملنا حتى جلسات بالتنسيق مع مندوبيه الفلاحه كيف ما قلت انت، لما نخدموش احنا كورتيرم مش للكارثه فقط قاعدين نحضروا، حددنا ما احنا نقول احنا البوانوال المناطق السوداء اللي قاعده تتراكم فيها اللوح، وقاعدين ننسقوا مع مندوبيه الفلاحه باش يكون معناها باش يخدموا كاسيرات رياح اللي هما بريس ديفون، معناها على الاقل تنقص لماكسيموم زحف الرمال. وكيف ما قلت لك راهو احنا سيرتو الاداره الجويه التجهيز اكثر حاجه معناها اللي دخلنا فيها هي الطرقات الملقمه والطرقات الجهويه، فهمتني؟ احنا حتى في وقت الكارثه ما بقي حتى طريق محلول، وقاعدين نخدموا حتى في نعملوا في الدراسات واللي زابيل دوفر دي تيرفا سون، معناها باش تنقص الكارثه هذه حتى مره اخرى كي تجي ريح اخرى معناها ما تكونش الديكا كيما صار. سي نبيل راهو سامحني مدخل الجيم بار اكزومبل قعدت عندنا زوز دي بيل دوزير وعندنا تراكس وتراكس اخرى دونك ثلاث كاتر اليات قعدنا نخدموا بعدنا لماكسيموم من رمله نقول العرق احنا نتاع رمله لتلفى حتى تجي ريح اخرى. بالنسبه للطرق الوطنيه ما تتسكرتش، فهمتني؟
سينابيل بعد إذنك سينابيل اليوم لاحظنا إن المواطن ملتز باش يكري جرار باش يقضي مصالحه واللي هو الكرا يعني حسب ما حكوا المواطنين 60 دينار في النهار اللي هو ما يعمل حد شيء. وكان سمعت معانا فما تلميذة قالت أنا يعني من منطقة نويل معاش النجم نمشي نقرأ فما مواطنة أخرى قالت لك أنا دارنا تردمت معاش النجم استقرارية الحياة وإلا الاستمرارية متاحة أصبحت شبه معدومة في نويل. فأنتم كسلطة شنو الحلول اللي تنجموا تعملوها للتصدي لهذه الظاهرة؟ التصدي يكون معناه بالأعداد المسبق كما قلت لك راي اللي تحكي فيه كلها مناطق بلدية. ريت مجال التدخل نتاع الإدارة الجهوية نحكي لك على التدخل نتاعنا احنا الإدارة الجهوية. سينابيل بلي سامحني باش نواصلوا نتقدموا في الموضوع. حكيت لنا انت على التدخل نتاعكم في رجيم معتوق اكيد مجهود معناتها يحتسب لكم الكل، لكن الكل راهي تقعد حلول مؤقتة معناها روع الجرار وتبعيد الرملة على الكياس الرئيسية ماهيش حل. نتصور الحل الوحيد اللي اجمعوا عليه الناس الكل اللي خدموا على ظاهرة التصحر يعني والمسؤولين في المناطق القاحله والكل قالك الحل الوحيد هو التشجير. هل انه انتم في المخططات نتاعكم القريبه فما المشروع لانه متصور هذا الحل الوحيد حسب ما سالنا واتصلنا بالعديد من يعني الخبراء في المجال هذا علميا، هل فما مخططات ولا لا؟ ولو فما مخططات شوف لا مش التشجير فما حتى البريزيفون فما ما فماش حل واحد لو اللي معناها المجابهة التصح الزحف الرماد ثم بار اكزومبل لي بريز ديفون هذا اللي نقولوا احنا الحمايه بالكاسرات الرياح هذا بالواحد اللي تخدم فيه من الفلاح. بار اكزومبل عندنا مشروع نخدموا فيه في المحضر عندنا 40 كيلومتر نخدموا فيه في المحضر دخلنا فيها حتى الحمايه نتاع الكياس من الاول في المشروع. كانت نجم تفسره لنا كيفاش تصير هذه؟ هذه عملنا الكاسرات الرياح هذا يكونوا بالتجريد معناها تكون على بعد 100 متر ولا 200 متر ونخدموا كاسرات رياح دي تلفاتون تشد الرمله قبل لا توصل للكياس فهمتني. هذا كل معناها ريت يفهم مجهودات الفلاحه مندوبيه الفلاحه هي تخدم اكثر معناها على الطرقات البلديه والواحد يعني التشجير غير موجود في مخططات نتاعكم. التشجير بالنسبة للتجير مش موجود، موجود كاسرات رياح معناها باش تخدم بالجريد نقول الحماية والوحد. الجريد شفناه سينابيل حتى كي تتعدى في مدخل نويل ديجا تشوف فما الجريد، الجريد ماهوش حل، هي ديجا الرملة أصلا تعديت الجريد وفتاتها معناها بدات ترجع بالسلب صبرا فعلا بالسلب يعني على الديار. يعني ماهوش حل ماهوش غير ناجح. اسمعني احنا سويت على الكارثة اللي صارت لنا هذه رانا عملنا حددنا البلايص اللي فيهم اكثر تضرر. بالنسبه راهو دائما نحكي لك كاداره جهويه على الطرقات المرقمه والطرقات الجهويه والوحد اللي تابعت لي بالنظر. سينابيل بعد اذنك نعتذر حاليا مش تبقى معانا اكيد لكن فما فاصل اشهاري وسوف نعود ان شاء الله. شكرا يعطيك الصحه. أمور تهمنا
برنامج شهري في صحافة الشأن العام نسلط فيه الضوء على مشاكل المواطنين ونناقشوها مع المسؤولين وصناع القرار بقبلي. في حلقتنا 11 باش نناقشوا موضوع زحف الرمال على الأحياء السكنية والطرقات بقبلي، كما باش نحكوا في حلقتنا على نقائص محطة سيارات الأجرة اللواج في قبلي. تسمعونا على موجات إذاعة نفزاوة بالشراكة مع مبادرة مناظرة نهار الأحد 22 ماي 2022 من نص النهار الماضي ساعة. أمور تهمنا من أعداد وتقديم ملك الريحاني وصبرة بن مرزوق وراقية عثمان. ورجعنا لكم من جديد، مرحبا بكل مستمعينا. سينابيل معانا. مرحبا، شكرا. بالنسبة لك أنت قلت احني الحل إن هو الجريد. سمحني، الجريد حل غير رادع من الاخر. العبيد تردمت بالجريد، ديار يعني تردمت بكلها. نحكو على دار تكون فيلا بالمعنى الشارع، يقول لك انا عندي دار فوق اللوطة، داري تردمت من فوق اللوطة. كيفاش توا عملنا؟ شنو هو الحل يعني؟ ترى انا قلت لك هي احنا انفندي كونت حددنا البلايص اللي فيها مشاكل. لو ديما فما خلط حتى للمواطن بين الطرقات اللي تكون مجال النظر نتاعها تابع التجهيز، وفما طرقات اللي تابع المجال البلدي. لكن الظاهرة هذه الطبيعية ماهيش تابعة البلدية، هي تابعة التجهيز. اللي تابع التجهيز قاعدين يدخلوا بالوقت، احنا في أي تضرر وقاعدين ريت حتى الدراسة هنعمل في دراسة احنا لمعالجة هذه الأضرار. باهي سينابيل، تو احنا عندنا سنين نقعدوا كل مرة أنا باش نعملوا تدخل. علاش يا سيدي هات نعملوا مخطط كامل. لا عندك الحق، عندك الحق. لو صارت حتى جلسة فيها عملنا جلسة في الولاية بالسلطات الجهوية بحضور معنا الجميع المتدخلين بالواحد، اللي هو سيرتو الإدارة الجهوية للتجهيز والإدارة الفلاح مندوبية الفلاح، وهم قاعدين نسقوا مع بعضنا لإيجاد الحدود الحلول اللازمة، مش أكور تارم كيف ما قلت معنا باش نحلوا الكياس برك. قاعدين معنا نشوفوا معنا حتى الحلول اللازمة دي تلفة ما عادش تعاود هذي. ان شاء الله مبرمجه في الدراسه هذه قاعدين نخدموا فيها وباش نبدو في الانجاز ان شاء الله عن قريب ان شاء الله. سينابيل، لو كان انت حسب ما تحكي ان انتم قاعدين تتدخلوا في الوقت، اذا كان كلام يعني يكون واقعي اكثر، علاش مال المواطن يضطر ان هو يكري جرار باش يحل ثنية؟ علاش يضطر ان هو باش ينحي التراب؟ يعني ليت لازمنا، علاش ما نعملوش تنسيق مع مختلف الهياكل ونحاولوا نعملوا حل جذري باش نحلوا هالمشكله هذه؟ لا صاير التنسيق، راه ماناش قاعدين نخدموا وحدنا. وقتاش ان شاء الله يبدا التطبيق سينابيل على يعني اللي خرجتوا به من الجلسه هذه المؤخره اللي حكيت عليه؟ شنو هي الحلول اللي اقترحتوها في الجلسه، وقتاش نجموا نشوفوها تتطبق على ارض الواقع؟ ان شاء الله في غضون معناها شهرين باش نبدوا ان شاء الله الترافو. ما تعرف انت راه بتخرج فاش باش يتمثل الترافو سينابيل؟ كيفاش باش يتمثل الترافو؟ واش باش تعملوا معناه؟ ما احنا قلت لك تو راهو في الدراسه لايجاد الحلول اللازمه. احنا كيف ما قلت لك برمي الحلول اللي هي بريز ديفون تسريات الرياح، وحتى التسجيل راهو حتى التسجيل هو في الحلول. يعني والله الكلمه هذه اللي قلتها لي سامحني سينابيل ما فهمتهاش. شنو هي الكلمه الرياح اللي قدام الرياح؟ لا بريز ديفون اللي هي كسريات رياح، معناها هذا الجريد. هذا الجريد به سينابيل. والله أنا عندي سؤال آخر وماذا بي نلقى الإجابة متاع. تو أنت أكيد عندك علم إن برشا عائلات تضررت وبرشا ديار تهلكت، هل فما تعويضات للعائلات هذه للتضرر اللي صار في ديارهم ولا؟ والله ماشي عندي، على خاطر الحوايج هذه ما دخلت فيها، في مجال التدخل. واضح، يعطيك الصحة. واضح سينابيل، إن شاء الله نشوفوا مشاريع مفهمش يعني موعد تعطين هولنا باش نطمنوا المواطنين، لأن كما قالوا زميلاتي بأن عباد ما عادش تنجم تتحرك تحركات يومية. هل فما مشاريع موعد؟ هو سينابيل سامحيني راقي، هو راهو مش المشكلة في أنه نطبقه، المشكلة شنية باش نطبقه. خاطر سينابيل انت بقيت تحكي الجريد راهو ماهوش حل. لا غير سامحني راني ما عطيتش راهي لي سيناريو لي بروبوزيسيون. هي انا قلت لك اعطينا لو بروبوزيسيون باش خرجتوا من الجلسه. اي ما الجلسه مش باش يعطوا في الواحد، احنا الجلسه راهي فيها بليزير انترفونون، معناها احنا تفهمنا باش نناقشوا حلول
وحتينا حتى التسجيل موجود برميل لتوليسيون تسجيل معناه باش تشد الريح شد التراب شد التراب اي فهمتني علاش راه ما نجمش نعطيك حاجه الا ما تبدا تكون حاضره في تيران ان شاء الله وان شاء الله تشوفوا معناه الانجاز والواحد بالنسبه لنا راه الفرق نتاعنا كلهم في حاله يقظه بالنسبه لاداره التسجيل عندنا في كامل المعتمديات عندنا فروع بالاليات نتاعها كان لا قدر الله في اي مشكله لا قاعدين نتدخل سي نبيل بالنسبه لنا هذايا مشكل حل زحف الرمال هذايا لازم مشكل يتحل في اقرب الاجال لانه هو موصلش انه يضر مساكن المواطنين بل حتى في الحلقه الفارطه ضر حتى البيوت المكيفه بقبلي يعني اصبح زحف الرمال هذايا مشكل قاعد يهد الولايه ككل يعني على المستوى الفلاحه على مستوى التنميه على كل شيء فلازم ان احنا نلقوا حل جذري يعني في القريب العاجل لان اصبح مطلب عاجل واكيد ضروري باش نزيد ناكد لك كلامك راه حتى ميزانيتنا احنا ميزانيه المبرمجه في وزاره التجهيز وخلين بما خصصنا اعتماد اضافي للدراسه والانجاز في نجموش نعرفوا الاعتماد هذا مقدر بقديش هي لا من تنجمش لان صفقات عموميه الا من صير الواحد فهمتني كما قلت لك راه دخلناها ريتي حتى حمايه الطرقات قاعدين ندخلوا فيها في المشاريع اعطيتك اكزامبل قلت لك تو نخدموا في مشروع اللي هو في المحدث في سونتيل بتولي ريفيتي ان شاء الله في طريق الفوار عندنا 40 كيلومتر نخدموا فيها دخلنا الحمايه نتاع السيارات من الاول في المشروع الحمايه معناها من الواحد اللي هي دخلنا مع بالتنسيق مع المندوبيه الجهويه المندوبيه الجهويه للفلاحه بتلفزيون حتى الكياس اللي تكون قريب ليلها رنا قاعدين نخدموا في الحمايه نتاع من الاول معنا فهمتني باهي يعطيك الصحة شكرا سي نبيل نشكرك على قبول الدعوة وإن شاء الله نشوفوا نتائج في القريب العاجل خليكم معنا مستمعينا الكرام فصل موسيقي وراجعين فصل موسيقي متابعينا الكرام ونرجع إن شاء الله
رجعنا لكم من جديد. مرحبا باللي مازال كلتحق بينا على موجات إذاعة نفزة وأفام ولا على صفحتنا على الفيسبوك. صبرا تذكرين موضوعنا الثاني لليوم؟ أكيد راقية. موضوعنا الثاني لليوم من مواضيع الساعة في قبلي اللي هي عندنا محطة كان بالاسم، أكيد المستمعين الكل عرفتوا على أنه محطة نحكو، لو هي محطة اللواجات خط أحمر اللي تجي أمام المستشفى الجهوي الوحيد في قبلي ملاك. قبل فقدان المرافق الأساسية فقدنا المكان مع الأسف. مالك شكون باش يكون حاضر معنا؟ إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في هذا الإطار رئيس نقابة سيارة الأجرة لواج سي محمد عميرة. ألو؟ ألو؟ ألو عسلامة؟ ألو سيد. مرحبا بك سي محمد وشكرا على قبول الدعوة. اليوم وصلتنا برشة تشكيات من أصحاب السيارات الأجرة ومستعمليه عن إشكال المحطة. نحب نسألك عضو كرئيس بمعنى أصح عفو النقابة، هل قاعدة النقابة تخدم على هذه التشكيات نعم أم لا؟ نوخر الدركتورة كيفاش قلت لي؟ باهي شو حاضر. قلت لك اليوم وصلتنا برشة تشكيات من أصحاب سيارات الأجرة ومن مستعملي السيارات المسافرين عن إشكال المحطة. يعني إحنا ما عناش محطة قارة للواجهات بقبلي، هل أنتم كنقابة قاعدين تخدموا على هذا التشكي متاع المواطنين أو أصحاب سيارات الأجرة نعم أم لا؟ إحنا قاعدين نجروا وقتها من الشيء، لكن ما قلناش شكون يسمعنا. باهي خليك معنا نسمع آراء المواطنين مع بعضنا وباش نحكو أكثر في التفاصيل الموضوع إن شاء الله. خليك معنا. لواجات التنقل بين المدن غير مهيئة على مستوى قاعدة انتظار ودورة مياه، وسلطة الأشراف كل مرة يحطوها لنا في بلاصة، وهذا غير معقول. موجودة في أمام مستشفى جهوية بقبلي تعطي الحركة. بالنسبة لوضعية المحطة مزيري أنا عانوا فيها هني شوف على الكياس، معناته إن حتى تجي باش ترتاح ولا كذا ما تلقاش وين ترتاح. حبوا محطة معناها مهيئة ومبنيتا، أول باب لينا إحنا كسواق، اثنين للمواطن تساعد يكون في وسط البلاد، مش كيما المرة اللي فاتت عملها نفية، يجوا نص الليل ولا 11 ولا 10 نتاع الليل مسكين، حتى التاكسي اللي يحكوا بها هم يحتاج يقول لك تجي مش قاعدة تجي، قداش المرة نهبط ركاب في مزيري يهبط يكركر وسط البلاد، كي تجي بنية ما تنجمش ترسلي لي نوصل فيها وني ممنوع عليا قانوني، نولي ريسكين. بالنسبة محطة اللواجات ريقابس بصراحة معناها غير مهيئة تماما، ما فيهاش قاعة انتظار، ما فيهاش دورة مياه. البلاصة اللي الموجودة فيها حاليا معناها قدام مستشفى جهوي بقبلي، البلاصة ماهيش مش باهية، معناها ماذا بينا معناها السلطة تنظر في الوضعية هذه. ماهيش مريح بحكم اني مثلا طالبة نتعطل برشا باش نلقى نقل، ما نلقاش وين نقعد في كولي الطقس سخون، حتى كتولي الدنيا باردة ولا ريح ولا عوامل طبيعية معناها كيف ما هذه بصراحة ما فهميش لوين العبد يرتاح يقعد، لوين ينجم ياخذ راحته. صراحة نتمنى من السلطات الإشراف اللي هي تشوف وتنظر في الحكاية كما هيك، خاطر المتضرر الوحيد هو المسافر والطالب خاصة. أنا في الكياس لا ظل ولا تقاء في الريح، وهل تشوفين أنا مواطن يجي ولا مرة يجي ما تلقاش لا ثم مي لا ثم تواليت لا ثم ميضة لا ثم حتى شيء. أنا في نهج في كياس محطة لواجات معناها أكتشف حفاوي هذا ما يجيش موش معقول. المنتزه هذا اللي عاملينه اللي وراء جامع خالد فما بلاصة ثم مهيئة من 2011 وخا عبالنا هبطولها وما خلوناش نخشولها، هي تابعة البلدية ما تابعة حد، ما حبوناش نخشولها، نهيئوها على حسابنا، كان يخلونا نخشولها نهيئوها على حسابنا، ما حاشناش بشيء نون، يعطونا الأرض برك فقط لي سائل. كما كنت تسمع معنا ألو سي محمد، كما كنت تسمع معنا في آراء المواطنين، سمعت معنا الساعة ولا؟ لا ما تكلمت. كنت تسمع معنا في آراء المواطنين ولا سي محمد؟ لا ما سمعت. خذينا بعض، خرجنا للشارع وسألنا بعض المواطنين منهم اللي يسوقوا في سيارات الأجرة اللواج، قالك أنا يبدا نهار سخون ونبدا نبطى باش نعبي اللواج متاعي ما نلقاش وين نقعد، وتو جاينا الصيف ومعروفين قبلي بدرجات الحرارة المرتفعة عندنا، وما لقاش حتى وين يقعد ولا يشرب قهوة، حتى الأبسط الحاجات اللي هي تكون تواليت يعني مرفق صحي مهيئ ما عندناش. زاد بعض الأهالي قالك
يسكنوا بعاد ياسر على المحطة، معناتها ما نجمش نروح للدار نستنى لين تعبي، ترسيلي مطيش في الشارع، حتى منباه حتى كرسي ما فمش وين يقعدوا. زادة كيف كيف فما من التلامذة الطلبة لطلب الجامعيين، قالك اني نبدا طالب وساعات نوصل مؤخر ما نلقاش فاش نروح، والا اللواجيست اللي يقولك تبدا معايا بنيه ونوصل مؤخر والدنيا ليل ولا فجر، ما نجمش نطيشها كاكا، ترسيلي اني ندخل الاحياء السكنيه ونوصلها لدارها. واضح سي محمد؟ واضح. والله يا باش ندخل اللي تو على اراء المواطنين. الو وي نسمعوا فيك. هاي تو الحمد لله اللي تنقولها هنا قالوه المواطنين، تو المواطن لما مازال حاس بيك. انا بالنسبه لي انا قالوا جيت اني ماذا بي على محطه تكون محترمه وتكون معناها ملائمه للمواطن وملائمه لي وملائمه للناس الكل. المحطه ما عندناش محطه، بالنسبه لولايه تبلي ما عندهاش محطه للواجهات، باش نكونوا واضحين هذه لا زرقاء ولا حمراء، عندنا المحطه الزرقاء هذيك نتاع النقل نتاع دول تعرفوها. نعرفوها هي. معناها يا ترى ساعه الاستقلال هي محطه هي، لا كانت الدنيا ثانيه ما فيش محطه. اعترض عرضنا عليهم قلت لهم المحطه، قلت لهم انه لا يعطونا بلاصه معناها في زرقاء وحمراء ورا مبلغات اسمه غادي، فما اراضي تابعه البلديه فما تابعه الدوله الكل، قال لك لا، قلنا لما نكروا احنا نعملوا محطه على حسابنا احنا ونتروح. تو احنا سي محمد نحكوا على المحطه الاخرى، راهو محطه الدوز عارفينها وشفناها والكل. نحكي لك على صفه عامه. صفه عامه المحطه نتاع ما عندناش تسمى الوجاب راهي ما عندهاش، تقول ما عندهاش محطه. اي النقل بين المدن. الحاجه اثنين، المواطن احنا تو مش المواطن، احنا تو كلوجيست من اللي يجي 5 نتاع الصباح للمحطه يا رسول الله معناها ما يمشي اما حشاك للتواليت باش يمشي يشرب، يلزم يشرب قهوه، ما يقضي قضيه معناها منه ولا منه الا ما يخطف كرهبته باش يمشي يدخل ياكل كسكروت ولا يجيب حاجه. هذا الكل احنا رانا ماناشنا في حاجه للشيء هذا، لكن حنا يا سي محمد قدام الكسكروت وقدام القهوه يعملونا كرسي، يعملونا تيندا الفوق على الشمس، يعملونا تواليت، يعني مانيش مطالبين بالمستحيل. وهل انتم يعني شو عملتوا مع السلطه المعنيه لتحسين الظروف هذه؟ طلبنا بالسلطه المهنيه السلطه الجهويه كل طلبناها، قلنا لهم كل شيء نعملوه على حسابنا احنا، اعطينا بركه موقع وين يا رسول الله، على الاقل اقل ما يمكن تواليت، ودي راهو مسافر جاي صباح، راهو ماشي راكب، راهو مسافر 200 كيلومتر و500 كيلومتر، راهو ماشي باش يقعد يرجع فيه لن يخرج به باش يحبس له بالحامه ولا في قابل. هذه الحاجه راهي ضايق كل، كان باش نقعد نوري لك فيها. شكون المسؤول؟ لكن باش نقعد نوري لك في الاشياء هذه راهي شيء من العار. نشوفوا فيه سي محمد، شكون المسؤول؟ هذا المسؤول عليه البلديه او من هي المسؤوله عليه، علاش السيد الوالي يقول انا ما عندي سلطه؟ قالها على من؟ قالها في مجلس الولايه، قال انا يا اخوي ما عندي، البلديه هي اللي تحكم في الشيء هذا. قلت كيفاش راك انت والي جهه؟ قال لا، البلديه هي اللي تحكم، الحكم تو للبلديه. لكن الاكثر سي محمد قلنا بالجلسه هذيك اختي بربي يعطيها منك. تفضل. اي اكيد تفضل. اكيد البلديه وقت اللي عملنا محضر جلسه حولونا في لحظه استيطان، هذاك رئيس البلديه قال ابيها محطه معنا وقتيه، حكاية تساير لنا نهيو محطة، قلنا الله يبارك، نصبروا حتى ما نخدموش أصلا. توا كانوا نضربوا في العين وقالوا معناها البلدية إيش قالت؟ قالت كل جمعة ولا كل شهر نقعدوا مع بعضنا ونشوف ونتدارس الوضعية وعلى نلقوا حلول. قلنا الله يبارك، إلى يومنا هذا حتى مشينا مرتين وثلاثة غادي البلدية، طلبنا مقابلتهم، رفضوا ما حبوش يقابلونا. لكن بخلاف الإشكال متاع المحطة اللي هو زاد عمل مشكل آخر اللي هو لازمنا نحكو عليه، إن المشاكل بين اللوجستية والتاكسيستية، يقول لك هذيك المحطة متاعنا احنا يعني كيفاش انتم ضيقتوهم، في نفس الوقت الناس اللي يوتويكول بمعنى أصح اللي يعلموا في السياقة يقول لك هذيك بلاصتنا احنا وإحنا كارينها وإحنا دافعين عليها فلوس، مفروض هذيك بلاصتنا. بخلاف هذي الكل، السائق سيارة الأجرة هو في الأول وفي الأخير هو مواطن تونسي، عنده الحق إن هو يخدم في ظروف سليمة.
يعني أني حتى نحط صورة الولاية ككل، كيفاش ولاية كاملة ما فيهاش محطة يا رسول الله؟ يجيك أنت زير من برا ولا إنسان جاي لهني من أي ولاية أخرى يقعد مستغرب، لفما وين يبقى، لفما مرافق صحية مع طبيعة المناخ اللي عندنا اللي هو كما نقول بين الظفرين خاص شوي، سواء كان ريح برشا، كان سخانة برشا، كان برد برشا، يعني ضايع إشكال لازم يتحل في القريب العاجل. زيادة على هذا ملك جبتي على التاكسي، كنا حكينا في حلقات سابقة من أمور تهمنا مع سيارات التاكسي وعلى استعمال العداد. مولا التاكسي يقول لك أنا كيفاش تقول لي استعمل العداد وأني اللي واجهت تخدم معايا في خدمة التاكسي اللي هي توصل معناتها لداخل والكل، اللي هي ما أدى إلى مناوشات بينات اللواجات وأصحاب التاكسي. ولليوم بركة جايين للاستوديو ملك مولا التاكسي كي قلنا له خدم الكونتير، قال لك أني ما نخدم الكونتير كما اللواجات تطلع تشد المحطة لفوق. هل عرضت عليكم، هل تم العرض عليكم معناتها أنكم تشدوا المحطة لفوق اللي هي اللي بحذا اللي زيت ولا لا؟ جيناها نتو اللي باش نقولوا لك ابو تي تو ما عادش معناها السلطه هي اللي دور تحولنا، التاكسيات هي دور تحولنا تو احنا، يعني المواطن باش يعملوه درجه يركبوا به، باش يعملوا اللواج درجه للمواطن اللي هو المواطن يتضمر من جميع ما يتضمر من التاكسي يتضمر من اللواج يتضمر من قريبي يتضمر يجي من فطناصه يركب السوق لحد من السوق لحد يركب لقبلي من قبلي يركب لا لا سوق الثلاث من سوق الثلاث يركب المحطه الفقانيه ومن هنا باش نهزها شوف وين باش نهزها، هذا كل يجيني انسان معناه مفكر من جميع ما. كلامك صحيح لكن انت حسب رايك كيفاش نجموا نتجاوزوا هالنقائص هذيا؟ نعم اختي كم محل سلمي وسمح يا باهي سي محمد اي يعني ماذا بيا الناس كل تخدم انا كرئيس لجنه جهويه النقل في مجال في الاتحاد الجهوي، يعني راني يهمني التاكسي وتهمني نقل الريف ويهمني اللواج. باهي سامحني يا سي محمد قدام ما نتجاوزوا الموضوع، انت قلت يحبوا يحاولوا جماعه اللواجات، تو جماعه اللواجات علاش انتم ترفضوا باش تطلعوا للمحطه الفوق؟ رغم المحطه الفوق نتصور على الاقل فيها بلاصه وانت تقعدوا فيها ظل فيها. ما خدمتناش راهي المحطه الفوق هذيك هذه المره الثانيه اللي نحولوا منها راهي دمرتنا. من أنهي ناحية كيفاش دمرتكم؟ دمرتنا المواطن هرب علينا، المواطن ولا يرغب في الكار لكون الكار تتعدى به للبلاد طول، يرغب في الكار لكون أرخص من نحن، يركب في الكار لكون يتهز في بلاد، يركب في الكار لكون تتعدى به من سوق لحد تتعدى به ديريكت تقعد يلاط علينا باش يركب معايا القبلي ويزيد يركب في التاكسي ويزيد يركب في النقل الريفي ويزيد يركب في اللواج الزرقاء باش يروح للسوق لحد، هذا من زيد باش يركب معايا اللي جاي من برا. باهي أنت بالنسبة يعني كرئيس نقابة شنو الحل تراه الجذري لحل هذا المشكل؟ الحل يا أخي فما أراضي قاعدة بيضاء اي معنا من وراء مبلغات كيف ما غادي اقترحنا عليهم اعطيني انت قول لي اكري كبلديه اذا انت مش قادر على باش تعمل محطه يعطينا الفيبر باش نكرو احنا نعملوا بلديه نعمل شركه خدمات فيها ونعملوا لها المرافق الصحيه اللي لازمتها الكل، اذا كان هو بلديه يحب معناها يطور البلديه ويعمل هو محطه واحنا نكرو من البلديه، اما هم يلزوا فينا باش نكرو من الوكاله، اش دخلت في الوكاله انت؟ سي محمد بالله سامحني غاديك تعملني مربطه مربطه الكيران انا فماك معناها نبدا حاب كرهتي فيها بلاصه ولا زوز ركاب، جبت الكار الاول هبط تجري وخليني سي محمد جبت الكار الثاني جبت الكار الثالثه تسعه كيران ولا 10 كيران خطوط وانا قاعد حاب سماك لواج تعمل تشتر على جابه ولا تشتر على قفصه ويزيد يمرمدونا معناها يلوحونا في المحطه الفوق هذيك سي محمد تو انت قلت يلوحونا الفوق راه في الولايات الكل راه في الولايات الكل الناس تاخذ اللواجات ومن محطه اللواجات تاخذ تاكسي، تو احنا نخلوا محطه مجهزه مهيئه يعني من غير ما نحسنوا هذيك ولا نمشوا نلوجوا على ابيل دوفر جديد ونكروا وطا ونبنوا محطه جديده، علاش ما نتنقلوش للمحطه هذيك؟ معناه اذا كان جيتوا انتم حق تخمموا في المواطن ولا ما تحبوش يتعب راهي المحطه هذيك تخدم، معناه مش على خاطرها ولا يرغب الكار وقل فلوس المحطة الفقانية تخدم في المواطن. بالنسبة لي فيها مرافق معناتها نلقى ونقعد فما تيندا فما ظل فما كرسي. انت بالنسبة لك انت نقولها لك سامحيني انت اللي كون الشهارة تخلصي، اما شوفي اللي متكلف 10,000 فرنك وجاي باش يركب به. والله ماني شهارة ولا انا خلص. لا شوفي يا كل جاي متكلف 20 دينار باش يركب القابس ويروح.
بيه 50 دينار وما توصلاش. سي محمد بيه احنا الإذاعة نفزاوة هي للناس الكل، كان انت يعني بالنسبة ليك تمثل رئيس النقابة، تفضل توجه للسلطة المعنية بمطالبكم وبالحلول متاعكم، وان شاء الله السلطة المعنية تحاول تلقى حل في هذا الاشكال ان شاء الله. من هذا المنبر توصل صوتك ان شاء الله. انا نتوجه للسيد الوالي، نتوجه للسلطة المعنية بالامر، نتوجه للسيد رئيس البلدية، نتوجه له باش يوفر لنا محطة لائقة بالمواطن اولا، واثنين لائقة بالمهني. هذا معناها فيها يشوفونا بلاصه محطه اللي هي ما تو النقل الريفي يا رسول الله، معناها وسط البلاد عملوا له زوج محطات، احنا سوق لحد نرجعوا للمحطات هذه نتاع الواجهه دي، سوق لحد قبل ما عندناش محطه، عاملين ملوحيننا على النقل الريفي. شكرا سي محمد. محطه وين عندها محطه؟ ان شاء الله نشوفوا ردود فعل ايجابيه. كل يوم من مشاكل صايره بين النقل الريفي يجي يقول لك يا خويا راهي محطتي نجم تخرج، ما سامح لي، وين باش يمشي هذاك؟ لا عندك الحق سي محمد، هذا إشكال لازم حل في القريب العاجل ليكم أنتم لا راحتكم كمواطنين وكتخدموا في هذا القطاع، وللمواطنين الجهة بصفة عام، وحتى للمواطنين من جهات أخرى باش ينلقوا منظر لائق بقبلي وحاجة توفر الراحة للناس الكل إن شاء الله. وإن شاء الله من هذا المنبر صوتك يوصل، صوتك أنت وصوت المواطنين وصوت أصحاب اللواجات، ويعطيك الصحة إن شاء الله. إن شاء الله نشوفوا ردود فعل إيجابية. إذاعة نفزاوة مشكورة، لكن نطلب من السلطة الجهوية تحير من الموضوع، راهو موضوع راهو ماهوش بسيط، راهو موضوع راهو جاينا البراني وجاينا الدخلاني، راهو جاينا اللي من الخارج وجاينا اللي من الداخل، راهو مش معقول باش تخلط المواطن معناها نص الليل ولا 11 نتاع الليل تحط تحت السبيطار منهم ليلة، فما مواطن قال لي راه مش جاي نعدي راني مروح لداري. عندك الحق يا ولدي، ما حطتنا احنا يراعونا بظروفنا، مهني معناه باش يركب لك في كهربته ال 11 نتاع الجايله وطالع لتونس مع باش يخلص ال 6 نتاع العشيه بعد الشمس، هذه كل متعدي على راسه في قبلي. شكرا سي محمد. يقول لك هاورقت في الثنين. شكرا سي محمد. سي محمد شكرا لك، ان شاء الله نكون وصلنا صوتك وصوت جميع مستعملي تاكسي، سامحني جميع مستعملي اللواجات. مشكورا ان شاء الله. عاش. ما زلنا مواصلين مستمعينا الأعزاء في فقرة صورة الشهر، اللي ما شافهاش ينجم يشوفها على صفحة إذاعة نفزاوة أفام، ونستنوا تعليقاتكم. رجعين.
مرحبا بكم مرة أخرى مستمعين، رجعنا لكم في فقرة صورة الشهر. صبرا، شن هي صورتنا للشهر هذا؟ يا سيدي بن سيدي، قال لك فما ثقب الأوزون في السماء وثقب الأسود في طرقات قبلي. يا أحمد، جينا تصويرة الشهر هذا من طريق جابس في قبلي بسبب تسرب المياه، صار انهيار جزئي في الطريق في شكل حفرة عميقة، ومش مستغربين لأنها مش حاجة جديدة. مالك، تقرأنا شوية كومنتارات؟ أكيد جدا. بالنسبة للكومنتارات برشا، باش نبدو. واحد كتب ربي يستر البنية التحتية في قبلي فاختر. واحد آخر كتب ليزي مدفونين بالحياة يلزي باش تبلعنا الحفر متاع الكياسات. مواطن آخر كتب زعمة فيها البترول. ومواطن آخر كتب على الأقل وقدر ربي جيبوا حاجة بلدية، جيبوا إشارات حديدية، أي حاجة تنبه من الحفرة يا رسول الله. محطوطة، حاطين إشارات على الحفرة، حاطين إشارة واحدة وجيجو متاع دقلة. مواطن آخر كاتب بالطبيعة باش تلقى الأشياء هذه مدام في قبلي. ومواطن آخر يخسر عليه كان زوز قجوات وياجورات وتعدى. فما كومنتير مليك متاع هذاك الكياس للأرض السفلة، معنا تخذينا لكسي في قبلي، خذينا لكسي باش نجمو نعملو طلة، نعملو طلة لوطة، نعملو دورة شفمو ونرجع نطلع. نتصور متاع البترول أكثر، نتصور عندنا بترول في قبلي. مش عندنا بترول في قبلي، الأصل متاع البترول هو في قبلي. ربي يقدر الخير إن شاء الله. تخيلوا المطر هذه هي من مطر خفيفة يعني اللي جت بعد العيد، يعني مش هكا المطر القوية ياسر اللي باش تعمل تسرب مياه. معناتها تخيلوا نهار تصب مطر قوية في قبلي، نلقوا روحنا ديريكت في كيما قال صديقنا في الأرض السفلى. زميلتي صبرا، الأعظم من هو تسرب المياه تسرب ريتي، يعني فما ديار عندهم فويت، الفويت ذاك ريتي كل مرة نلقوه في دار تصير فيها مشكلة، تتهدد الدار بخلافة ذي كل حفرة كيف من هذه صغير ما يشوفهاش يطيح فيها، القدر الله تصير حادثة، امرأة كبيرة متعدية، انسان يسوق في كرهبته في الليل، يعني مواحد على الاقل كي صارت هالمشكلة ذي تدخل سريع، يا على الاقل اعمل حل باش لعبت تعرفه، مش حاط قجو بتاع دقل اي سيدي شد صغير لعب بيه وبعده كيفاش عملنا، مش معقول. كلنا نهبطوا لوطا للأرض السفلى، الأرض السفلى نبحثوا على البترول. وهو البنية التحتية مش كان في قبلي الولاية كهوية، البنية التحتية نجا كنا حكينا قبل في أمور تهمنا، حكينا حتى المرة اللي فاتت على كياس العباد لا في دوز، يعني البنية التحتية في قبلي كلها، في قبلي كلها نعانوا ديما من البنية التحتية، وحدث ولا حرج معناها، ولتو ما شفنا حتى تدخل، ما شفناش حاجات ملموسة. ديجا مالك مرة خذينا تصويرة الشر هكا كي صبت شوية مطر قدام سبيطار، اي غرقت الدنيا ولت عنا بحيرة، المستشفى الجهوي الوحيد في قبلي نهارها صبت قطرتين بدت عنا لك قدام سبيطار. إن شاء الله صبرا نشوفوا ردود فعل من البلدية، لأن حاجة لازمها تدخل العاجل الحق. صحيح نعرفوا أنا من نجموش نعاودوا بنية تحتية متاع ولاية كاملة من أول وجديد، ترميم. لا يزينا من الحلول الترقيعية، نحو على الأقل كل مرة ياخذوا في مشروع، ياخذوا من أتعس، سامحوني في الكلمة، على الأقل ناخذوا ديما أتعس طريق، نبدو على الأقل نصلحوا اللي فيه ياسر ريسك للناس. صحيح. فما كومنتير لفت انتباهي، فما مواطنة كاتبة صورة الشهر في قبلي أعملوا صورة كل دقيقة والحفر ما يكملوش. يعني المواطنين سيء معاش فيهم ياس في قبلي بدي قطرة ترنبرها. هيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لآخر حلقتنا لليوم، شكرا على الاستماع والمتابعة، وشكرا على تفاعلاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي ما نجمش يتفرج على حلقة ينجم يلقاها على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة نفزاوة أفام، وإلا صفحة مبادرة مناظرة. إلى اللقاء.